مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع الأول من شهر تموز يوليو؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ بالنسبة لإلكم مواليد برج الحمل هو انطلاقة كتير حلوة للشهر، حكيت أنا طبعا ببرجكم الشهري عن تأثيرات كل هذا الشهر، وتلاقوا الرابط بعلبة الوصف أو فوق بالمطلع بالبداية بتلاقوا الرابط. عنا بهذا الأسبوع طبعا تأثيرات حلوة ومهمة من الشمس الموجودة برج السرطان. ليش حلوة؟ لأنه زهرة رح بيكون معها، فكل تأثيرات الشمس من برج السرطان رح بتكون جميلة جدا. انطلاقة حلوة، عنا قمر جديد بهذا الأسبوع بيساعدكم تحققوا كتير من الأمنيات وكتير من الأهداف اللي حابين تشتغلوا عليها. وعنا أيضا بنهاية الأسبوع عنا تأثيرات ممتازة من القمر موجود برج الأسد يلي بينضم لعطارد الموجود برج الأسد، يعني في دعم لكم أيضا ناري. خلونا نشوف الأحوال الفلكية، أهم شيء بالأبراج الأسبوعية هي الأحوال الفلكية. بنبلش مع الاثنين والثلاثة. الاثنين والثلاثة القمر بيكون موجود ببرج الثور الترابي، عندنا تأثيرات كثير مهمة إيجابية طبعا. هالكومبينيشن أو هالمزيج بين وجود القمر ببرج الثور ليساعدكم تتقدموا ليعطيكم ثبات ويعطيكم قوة، وبنفس الوقت وجود كوكب المريخ كمان موجود ببرج الثور يعني في دعم وفي طاقة كتير كبيرة لإلكم، لكن بدكم تنتبهوا الطاقة اللي عندكم إياها يمكن تساعدكم لتربحوا وتساعدكم لتنتصروا، لكن بنفس الوقت معقولة تجذب لإلكم امتحانات شوي تقيلة. التلاتة الساعة 7 المساء توقيت بيروت الصيفي بيروح القمر لبرج الجوزاء، الأربعاء القمر برج الجوزاء، الخميس القمر برج الجوزاء حتى منتصف ليل بيروت. تأثير القمر برج الجوزاء لإلكم كتير 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 حلو، لأنه ينعش كل شيء عندكم من أعمال من نشاطات من رغبات من أحلام من عفوا من مشاريع من حتى نوع من حاطين بروجرام عندكم على سكادجول حاطينه عندكم، كله بيمشي حاله بسرعة بنجاح بقوة هائلة. الناس تتفاجأ بهالقوة الحلوة اللي عندكم إياها، وبعتبر بالتالي هالفترة فترة وجود القمر في برج الجوزاء إلى جانب كوكب المشتري أنا بنظري فلكيا فترة رائعة ومن أكثر الأيام قدرة على الإنجاز على الفعالية على النجاح، وبتاخدوا أجمل الأخبار السارة هي فترة وجود القمر في برج الجوزاء. عند منتصف الليل بيروح القمر الخميس يعني بيروح القمر لوين؟ لبرج السرطان. الجمعة 5 قمر برج السرطان، عندنا زهرة برج السرطان. منتصف ليل جمعة سبت في عندنا اكتمال عندنا قمر جديد ببرج السرطان، يعني السبت أيضا عندنا القمر ببرج السرطان. فترة وجود القمر في برج السرطان بالنسبة لإلكم هي فترة يمكن تكون شوي ضاغطة، متطلبة مهنيا شوي، لكن متطلبة أكثر على الصعيد العائلي على الصعيد الشخصي. لحسن الحظ في عندنا زهرة هوني، وأي مسألة عائلية شخصية أو نفسية أو صحية هي عم تشتغلوا عليها مفروض تتحلحل، لكن لازم تعرفوا انه هذا القمر الجديد عم بيطلب منكم تكونوا اوعى وواعيين وعم تتعاطفوا مع الناس من حولكم اذا امكن او مع حالكم بالدرجه الاولى. يعني قمر جديد يمكن في مساله عائليه جديده، عم تحضروا شيء جديد، في عندكم عم بتساعدوا بعمل او يمكن بنشاط او بظرف عائلي حلو، زواج ارتباط شيء من هذا القبيل. الاحد 7 القمر بيكون من الصبح ببرج الاسد الناري مع عطارد، لذلك مدعومين جدا وفتره جميله جدا، يعني الاحد هو من اجمل الايام. عطارد بيعطيكم نجاح وقوة في التصرف وفي الكلام 21 ل 30 أدار مارس، وكونوا منتبهين مواليد 1 نيسان أبريل. تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل، وما تنسوا تسمعوا برجكم الشهري شهر تموز يوليو. إلى اللقاء، باي باي.